يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك دليل من الكتاب يثبت أن القرآن ناسخ للكتب السابقة؟ ما شاء الله، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل أن القرآن، أما تقرأ قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. من هو النبي الأمي؟ ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. شوف، آمنوا به واتبعوه لعلكم تهتدون، فدل على أن الذي لا يؤمن به أنه لا يهتدي وأنه كافر وضال. أليس هذا ناسخا لما سبق؟ نعم.